خاينة. حبيبي غايت. يا استويتي استويتي شفت خالة، شفت على معك الناس بتعرج هاي الحب مالي. يا اخي، انا ايش قلت لك؟ انا ماني العب، ما العب مستودع، والله ماني لعبة مستودع، ما لا يعقول. لا، لما لعبتي معي كنت قوية، لا لما لعبت معي كانت معرقة كيف كذابة. وانا بعرف جابت والله 16 كيل معك، خاينة والله انا دقيقة، خاينة. يعني لما كنت مع رايدن هو يدمشكم فانا اخذكم ايزي. لا 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 ليش لا. كمان ايش عم يسوي؟ عم يرقصنا؟ تفضل. يا الله، مع رايدة بتعرق الله يكرم. وبتكبر. لو بدالك ارجع كذا امسحها، لو كذا بدالك والله كذا خاينة. اصبر اصبر، كذا تفشلوني قدام الناس واصير بوته ما اعرف العب، ليش كذا؟ لا انت مو بوته، بس ما كيف صرت بوته ما ادري ليه. قال يما قلبي يرجف، يما قلبي قلبك يرجف؟ ولي قلبك صار يرجف؟ قال يما قلت قلبي كلام بدون يرجف. ما احس. بسألكم سؤال، ايه شو؟ دحين لما احد يرسل اضافه يكتب لكم ايش؟ دقيقه خليني اقرا. برشلونه ولا ريال مدريد؟ في ذبه في الموضوع ولا؟ ايه بيبارة. لا دير بالك يا شيخ ايش يعني؟ يعني انه علاوي ايش ما عرفني قبل ايش ما عرف. يعني طيب انت الحين ليش تقول ما اعرف؟ ليش تقول ليش تقول كذا؟ يعني شو عرفي قال برشلونة ريال مدريد شو يعني؟ كفن، شفت لما تروح اه تسأل هندي هنا تقول له وين مثلا حاجة يقول لك اه هو ايوه. يقول لك رايدن بيعرف كل شيء، بس بس فيها بعره. هي بس قال لك ايه، فيها بعره، يعني فيها في شيء عيب، يعني لا ايوه تسب شيء انت. بيشي عيب، هو ايوه فلا بيعرف. انه تستفسر خلاص خلاص الموضوع. اوكي، دام كذا دام كذا خلاص يلا اوكي، بدون ما اعرف يعني لازم، مو لازم اذا تعرف. ايه تقلعوا. عيب عيب. امانه ايش رايكم؟ اقبل اضافي وتغتسلونه، لا لا لا، من ما هو؟ لانه من لا لا ما بدنا. لانه من فانزاتكم. ما مين هو؟ ما لنا شغل. شو اسمه؟ شاب، ثواني، شاب ولا بنت؟ ولد اسمه دي ار انطمي انت وياه. قاعد يبهلون يعني. ايش طيب ايش قلت؟ يا الله ما شلون كفني غار قال جيب شاب بنت. بغار. ايه بدينا اي غار شو جبال بي. انتوا بي عندكم شلون اقول لك؟ انتوا بي لغز لازم نحلو بكفني يا ولد. هاي المشكلة، هاي المشاكل اللي عم تصير بين بعض، هاي نهايتها بشيء لطيف. ايوه ايش هو اللطيف؟ ايه اجباري طيب شو هو اللطيف؟ راح نتزوج؟ حبيبي. ايه 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 انا حاليا انا حاط ايوه ببالي الزواج، يعني قصة حب. انا ماني فاضي اعيش قصة حب، على طول بدي اتزوج ضروري جدا. ايه فوق شو ايه فورا. ايه حر حر انا يا اخي، اجباري. حر انا بدي قصة اتزوج. حب خرا، قال احبك عارف تحبيني خير، قال تروح تعطيها ام جي 3 تحبك. طب مو انت بتقدر بعيش حب. خلاص فارسة أيه. الاحلام ليال. بيش كم عمرك؟ انت امس قلت 25. يوم ما فد كفن عمره 27 ولي. طيب لا وين لا ساكنه؟ لا، خمسة خمسة خمسة. انت 25؟ ايه كفن 27. حلو، وين ساكنه بالسعوديه عشان نعرف؟ مكة وكفن علي بأكة. الحلال كمان الجاي معك، نروح انا وياك نطلبها من ايدك. يلا تعال نطلبها من مين؟ ايد ابوها. اوكي. خلاص ايمت جاي انت؟ ايمت فاضي مشان ايمت انا فاضي جاهز يكون عندك وقت؟ 24 ساعة جاهز، ماني امشي خلاص. علي الحلال اصبر شهر، جاهزين الواحد يجي لحالك في الشهر. مكة، الواحد يجي مكة عشان يعتمر يدعي كذا، انتوا تجون عشان إيه تخطبوا. بالعكس، الزواج اهم من العمر والحج، ما صحيح كفاية؟ ايه والله العظيم ايه، الزواج زواج العزابي بتكمل نص دينك. شو؟ ايه، ايه صح، زواج العزابي اهم من الحجه. إيه شو؟ لكن وخاصه اذا كان هالعزابي مطي وعمره قد ابوي. عاد دحين جوي اجوي. انت تعي اسمعي بيش، ابعث لك صوره كفايه على الخاص وتشوفيها لا يا وتكون شيخ حلاوه. والله الله قدام، الله اكبر علي عليك. حلال حلاوه. صوتك بكره اسوي اكاونت، ايوه اكونت في اكاونت مكة كفن. اكاونت. شو صفحة، طيب صفحة يلا اوكي. ايش راح تسميها؟ فضيحة كفن يعني ليش فضيت كفن؟
ليه ليه شو هاتي شي غلط؟ ما شو انا هنا على اللايف ترى عادي لك ما فيها اسالك فضيحة. يا لك يا بيش ترى والله انا كشفت ترى المتابعين كلهم كشفوها يا متابعين كفان حكي ماشي غلط علي حلال واقع بحب كفان علي حلال واقع بحبه قال جت لعندي قالت لعندي مشان الله يرد لي شوف مسحني مش قادر اتنفس يا رايد علي يا رايد اقول يا الله ايش اسوي يعني ايش اسوي لي هي حتفت انا حذفت ليش انا هايط علي رايدن هايط اطول رايدن طب انا ايش سايق شوف شوف رايدن بيش شو بتسوي شوف بتكون ما تدخل جيبني كل ما اجيب لقطه بتعزز لي وما ادري ايش فجاه لما دخلت معك هي روم هلا مسحت قلبت علي علي هلا لمسحها بعين زيغه انت تعرفني ها هي هلا لمسحت تعي ها وي ديليت ها اجباري ما اقدر يا كفا ما اقدر ايه شو ايه كفون كل يوم يوم يحذفني هذا يوم يحذفني هذا ما تزعل لا بيش زعلتي ما تزعل شو هي لك مش مهتمه بيني يا بيش يا بيش احكي لك ضايقتني مشانك احكي لك شي كلمه ولك ضايقتني مشانك يا حصان ليش هي مسألة عني انا دحين ايش اقول ايش تقول؟ ايش اقول؟ اي قولي يلا تقولي كنت شوفك قلبي يطير من الفرحة انا غنيت اخ يا لك يا اخي يا لك يا اخي انا اطلع لازم اعرفكم لحالكم لازم الله لا يا اخي قسم بالله هذا يا رايدن يسوون افلام براسهم بعدين وين راح؟ عادي شوف حذفني اخ بس حذفك؟ والله حذفني والله حذفك؟ طيب غني له غناية عن الخيانة. ايش ايه اغاني؟ يلا ايش اغاني؟ غني له لانه يوم 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 السنتي يوم تسمع اغاني عن خيانة المشكلة واحد ايش قاعد خانك اغني له في البيت وما ادري والله خاين هذا الادمي غني له يلا غني له تحاول ولا يلا قول غني له له ما عاد اتابعك في بيت ما عاد اتابعك خلاص ما عاد تابعك يا خاي طلقيه طلقيه وربي هذا وامس غني لك وفي ال... وندخل البيت وكانت شو لا وايش كان اسمها ثواني وحلفت لي الله غيرك عمري ما اكون وكل عمري كفني حبها بجنون ولا هلا حبيبة قلبه بتكون وليش وليش تخون تخون ولو بارد ليش تاركني ومهني ليش حذفته؟ بيش ليش بعد حذفته؟ بيش ليه بيش حذفته؟ اسمعت بيش اسمع لك يا اخي ايش بيها؟ اذا هي طلع عليك انا شو يا كفن انا ما بي بنت اضيفه لازم تكون اشو الي فهمت شلون؟ يعني ممنوع هي عم تبع اخبارك من عندي ايش و ايش صحيح وضع يا بي اخبارك؟ يا بي صحيح ايه استغفر الله يا اخي انتوا زعل تحبوا اشاعات والله زعلت خلاص ما بتكلم زعلت يا رايدن زعلت يا رايدن ارجع ضيفه يا رايدن راضيه انت شو ارجع ضيفه راضيه انت شو دخل شو دخل لا 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 ارجع راضيه ضيفه ما انت حتى بدي اراضي لك اياها فوق ما خليتكم انه ايش ترجعوا مثل اول ترجع اراضي لك اياها يا زلمه تو ركبوني يا معورتها يا حبيبي ارجع ضيفه ما لي دخل انه لا صعب يلا انا بطلع يا بي لا بيش لا والله ما بتطلع لا انت ترجع ضيفك يا رايدن مشان الله يا رايدن والله بطلع والله كل واحد قاعد لا لا زعلت كل مره زعلت واحد منكم يزعلني لا خلاص 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 لا والله لا لا خلاص والله انا بس سؤال عم بيش نمزح انا بس عم سؤال نمزح بس سؤال انت زعلان مني خلص طالما سؤال انت رضيانه على كيف رضيانه على كيف انا مش سؤال مزعل امي يا اخي انت ليش كذا تحبوا تسووا سيناريوهات وافلام ليش اول كذا امس ترك انا وكف النوك تركت لي ورحت تريف بكفان وهو ما ريبش بلش جيم وانت انا بلش جيم اوكي متى صار؟ هذا الكلام متى متى صار؟ صار؟ بنص ناسي بسي امس لما بنص بسي الله الكذب جيب لي البث يلا جيب لي البث يلا اي على لا المتابعين يا بي لو صار الحكي ولا لا ناسي امس يوم سمعة تتذكر يوم سمعة نوك انا رايح اعرفك وانت اي هات سمعة هات سمعة انا كفن سمعة مو كفن هات سمعة طيب يعني
أستغفر الله كلكم تكسروا الخواطر. إيش ذا؟ أمسك يلا. زعلت. لا 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 بي حط 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 ردي حط ردي حط ردي. والله العظيم. يا رايدي ليش تكسر بخاطرها يا رايدي؟ ما كسر يا درمي لا تخبع. شو سوي؟ كل يوم. ليش ليش تهدف؟ كشفت. ما تستحي ما قادرة تنام يا رايدن. ايش هيك يا اخي؟